بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبنات تلاميذ تلميذات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة ذاكر لي يا بابا النهاردة عن مع بعض مادة العلوم هنبدأ النهاردة يا أولاد في الوحدة الثالثة اللي هي التوازن البيئي هناخد مع بعض الدرس الأول اللي هو العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا الدرس الاول العلاقات الغذائيه بين الكائنات الحيه كيف تحصل الكائنات الحيه على غذائها اول حاجه يا اولاد الغذاء هو المصدر الاساسي للحصول على الطاقه يبقى الغذاء هو المصدر الاساسي للحصول على الطاقه ويقول لك تختلف الكائنات الحيه في حصولها على الغذاء الكائن الحي لا ينفرد بموارد الغذاء الموجودة في البيئة ولكنه محاط بألاف الأنواع من الكائنات الحية الأخرى التي تتنافس فيما بينها على الحصول على موارد الغذاء وذلك باستخدام وسائل الدفاع والهجوم وألوان التكيف هنا يقول لك تحصل النباتات الخضراء على الطاقة من ضوء الشمس وذلك لصنع غذائها من مواد بسيطة عن طريق عملية البناء الضوئي هنا أولاد العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية هنا أقولك ترتبط الكائنات الحية مع بعضها بعلاقات غذائية متعددة كما في المخطط ده يا أولاد مخطط العلاقات الغذائية في أول حاجة في العلاقات الغذائية في الافتراس التكافل أو المعايشة الترمم يبقى عندنا العلاقات الغذائية الافتراس التكافل أو المعايشة أو وبعد كده الحاجة الثالثة الترمم عندك التكافل والمعايشة بتنقسم إلى الإفادة تبادل المنفعة التطفل وده كله هندرسه بالتفصيل أول حاجة عندنا الافتراس الإيه يا أولاد الافتراس هيقول لك إنه في هذا النمط الغذائي بتحصل الكائنات الحية بعض الحيوانات أو النباتات على غذائها بمهاجمة وقتل والتهام كائنات أخرى قد تكون من نفس نوعها أو من نوع آخر يعني الكلام ده يا أولاد يعني بيقول لك الكائنات الحية بتحصل على غذائها من من مهاجمة أو قتل أو التهام كائنات أخرى ممكن تكون من نفس نوعها أو من نوع آخر زي ما الصورة موضحة هنا النمر بيفترس يا أولاد بيفترس غزال يبقى عندنا ايه الافتراس هو يا أولاد نمط غذائي الكائنات الحية بتحصل في ممكن كائنات حيوانات ونباتات يبقى الكائنات الحية بتحصل على غذائها بمهاجمة وقتل والتهام كائنات أخرى ممكن تكون من نفس نوعها أو من نوع آخر فيجي هنا يقول الافتراس تعريفه ايه؟ الافتراس هو علاقة غذائية مؤقتة بين مين؟ بين الكائنات الحية. يلتهم فيها كائن حي آخر حي كائنا حيا آخر. يبقى تعريفها هي علاقة غذائية مؤقتة بين الكائنات الحية. بيقول لك فيها يحصل ايه فيها؟ بيلتهم فيها كائن حي كائن حي آخر. يبقى الافتراس نمط غذائي يشمل كل من المفترس والفريسه. طب هنا المفترس هو الكائن الذي يلتهم كائن حي اخر. يبقى المفترس مين؟ الكائن اللي بيلتهم كائن حي اخر مثل مين؟ الاسد، النمر، الصقر. طب ايه الفريسه؟ هو كائن الحي المأكول الذي يتعرض للالتهام. يبقى الفريسه الكائن الحي المأكول الذي يتعرض للالتهام. زي مين زي الارنب الغزالة الفار ده بالنسبة للافتراس هيقول يعني لك هنا علاقة الافتراس توجد في كل من عالم الحيوان وعالم النبات فهنيجي نشوف الافتراس في عالم الحيوان يقول لك ان الافتراس في عالم الحيوان اكثر شيوعا علل يبقى يجي لك في الامتحان يقول لك علل الافتراس في عالم الحيوان اكثر شيوعا تقول له الاجابه لان الحيوان من الكائنات غير ذاتيه التغذيه فيحصل على غذائه من كائن حي اخر يبقى تقولوا الاجابه لان الحيوان من الكائنات الغير ذاتيه التغذيه فيحصل على غذائه من كائن حي اخر هنا اقول لك تقوم الكائنات المفترسه بمهاجمه والتهام الفريسه وذلك للحصول على الغذاء مديك مثال لي؟ الحيوانات المفترسه قال لك الاسد النمر الذئب الثعلب الدب سمك القرش الحوت النسر الصقر العنكبوت الذي يستخدم شباكه لصيد الحشرات وهنا جيب لك صوره لبعض الحيوانات اللي ذكرناها الاسد يلتهم غزاله القط يلتهم الفار وهنا العنكبوت يلتهم حشره طب بالنسبه للافتراس في عالم النبات قال لك الافتراس في عالم النبات اقل شيوعا علل يبقى يقول لك علل الافتراس في عالم النبات اقل شيوعا تقول لان النبات من الكائنات ذاتيه التغذيه التي تصنع غذاءها بنفسها عن طريق عمليه البناء الضوئي يبقى النباتات من الكائنات ذاتية التغذية التي تصنع غذاؤها بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي. طب هنا أقول لك بعض النباتات الخضراء التي تقوم بعملية البناء الضوئي لتكوين غذائها من المواد الكربوهيدراتية. هيقول لك لا تستطيع امتصاص النيتروجين اللازم من التربة لتكوين ولا لتكوين البروتينات اللازمة لها. فيحصل لذلك تلجأ مثل هذه النباتات إلى افتراس بعض الحيوانات الصغيرة كالحشرات لتحصل منها على النيتروجين وتعرف هذه النباتات باسم النباتات آكلة الحشرات أو النباتات المفترسة يبقى يقول لك إن في بعض النباتات الخضراء يا أولاد بتقوم بعملية بناء الضوء تقوم غذائها من من المواد الكربوهيدراتية هيقول لك النباتات دي لا تستطيع امتصاص النيتروجين هتعمل ايه بعد كده؟ تلجا هذه النباتات الى افتراس بعض الحيوانات الصغيرة زي الحشرات تحصل منها على النيتروجين اللازم لها تسمى هذه النباتات باسم اكلة الحشرات او النباتات المفترسة طب من امثلة النباتات اكلة الحشرات او النباتات المفترسة الضيونية والدروسيرة وحامول الماء وادي اولاد صورة الدايونيا وصورة الدروسيريا وحامول الماء يبقى دي صورة يا اولاد دي صورة الدايونيا الدايونيا الدروسيرا حامول الماء طب يجي لك سؤال في الامتحان علم هيقول لك علاقة الافتراس علاقة مؤقتة ليه؟ لأنها تنتهي بالتهام الفريسة أو جزء منه يبقى انها تنتهي بانتهاء الفريسه لانها تنتهي بالتهام الفريسه او جزء منها يبقى علل يبقى في الامتحان علل علاقه الافتراس علاقه مؤقته تقول انها تنتهي بالتهام الفريسه او جزء منها يقول لك علل تلجا بعض النباتات لافتراس الحشرات تقول للحصول على المواد النيتروجينيه اللازمه لتكوين البروتينات للحصول على المواد النيتروجينية اللازمة لتكوين البروتينات وسائل الحماية من الافتراس هيقول لك كيف تحمي الكائنات نفسها من الافتراس قال لك يلجأ الكثير من الكائنات الحية إلى وسائل للحماية من أعدائها يتم ذلك عن طريق يا أولاد التمويه الاختفاء والمحاكاة هنشوف ايه حكاية التمويه اول حاجة التمويه او بين قوسين الاختفاء هيقول لك تتلون بعض الكائنات الحية بالوان البيئة التي تعيش فيها لتختفي او للهرب من اعدائها يبقى في بعض الكائنات يا اولاد بتتلون بالوان البيئة اللي بتعيش فيها عشان تختفي او تهرب من اعدائها زي ايه بعض الفراشات والضفادع تستطيع تغيير لونها لون جلدها ليماثل لون البيئة التي تعيش فيها، في بعض الفراشات يا أولاد والضفادع بتغير لونها بتغير لون جلدها ليماثل لون البيئة اللي بتعيش فيها عشان تختفي زي هذه الفراشة وهذه الحرباء وهذه هنا الضفدعة وحيوان السيبيا اللي هو الحبار هنا يقول لك بعض يفرز حيوان السيبيا سائل أسود يشبه الحب في الماء لتختفي من اعدائها يبقى حيوان السيب يا اولاد بيفرز سائل اسود يشبه الحبر في الماء ليه لتختفي من اعدائها المحاكاه طريقه يتشبه فيها الكائن الحي غير الضار بكائن حي اخر ضار او سام ليه لتجنب الاعداء واخافتهم لتجنب الاعداء والاخرى يا اولاد واخافتهم طيب هنا اقول لك بعض انواع النحل تتشبه تشبه انواع من الدبابير في وجود خطوط على جسمها علل يبقى في الامتحان علل بعض انواع النحل تشبه انواع من الدبابير في وجود خطوط على جسمها اللي قال لك لكي تتجنب الاعداء التي تخاف من الدبابير لكي تتجنب الاعداء التي تخاف من الدبابير هنا يقول لك يا أولاد تشكل الخطوط الموجودة على جسم الدبابير وسيلة لإخافة الأعداء وطريقة للهرب يبقى تشكل الخطوط الموجودة على جسم الدبابير وسيلة لإخافة الأعداء ويا أولاد وطريقة للهرب وسيلة لإخافة الأعداء وطريقة للهرب هنا يقول لك سؤال في الامتحان علل تتلون الحرباء والضفادع بألوان تشبه البيئة التي تعيش فيها. بتغيير لون جلدها علل ليه تقول حتى لا تكون واضحة لأعدائها. حتى لا تكون يا أولاد واضحة لأعدائها. ثانيا التكافل أو المعايشة. إيه هو التكافل أو المعايشة يا أولاد؟ تقول هي علاقة غذائية مشتركة. بين نوعين مختلفين من الكائنات الحيه، يبقى هي علاقه غذائيه مشتركه بين نوعين مختلفين من الكائنات الحيه. يستفيد كلاهما او بين قوسين تبادل المنفعه او احداهما يستفيد والاخر لا يستفيد او يضار، اذا بين قوسين افاده او يصاب إحدهم باذى بين قوسين تطفل. يبقى التكافل او المعايشه التعريف بتاعها مركب شويه نأخذ بالنا منه ونفهمه سوا يقولك علاقه غذائيه مشتركه يبقى اول حاجه في التعريف علاقه غذائيه مشتركه بين بين نوعين مختلفين مختلفين من الكائنات الحيه يستفيد يبقى اول حاجه هو علاقه غذائيه مشتركه بين نوعين مختلفين من الكائنات الحيه طب ايه يحصل ايه في يستفيد كلاهما يبقى يا أول حاجة في التعريف يستفيد كلاهما يبقى هما الاتنين بيستفيدوا يبقى يا تبادل منفعة أو إحداهما يستفيد والآخر لا يستفيد أو يضار يبقى اسمه يا أولاد إفادة يبقى أو إحداهما يستفيد والآخر لا يستفيد أو يضار يعني يضر بس ده اسمه علاقة إفادة أو يصاب إحداهما بأذى فده اسمه تطفل يصاب إحداهما بأذى يسمى إيه تطفل هيقول لك إن هذا النمط الغذائي يشتمل على العلاقات الآتية يبقى من التعريف التكافر. التكافل أو المعايشة يستفيد ينقسم إلى ثلاث حاجات تبادل منفعة إفادة تطفل يبقى التكافل أو المعايشة يشتمل على ثلاث علاقات غذائيه او ثلاث انماط غذائيه تبادل المنفعه الافاده التطفل هناخد اول حاجه تبادل المنفعه تبادل المنفعه دي يا اولاد هيقول لك علاقه غذائيه بين كائنين مختلفين يستفيد كلاهما من الاخر يبقى دي علاقه تبادل منفعه علاقه غذائيه بين كائنين مختلفين يستفيد كلاهما من الاخر يبقى مثل العلاقة بين البكتيريا العقدية وجذور النباتات البقولية هنا لك تعيش البكتيريا العقدية في جذور بعض النباتات البقولية مثل الفول حيث يستفيد كل منهما من الآخر يبقى في بكتيريا أولاد اسمها البكتيريا العقدية بتعيش فين في جذور البقوليات بعض البقوليات هنا أقول لك ان البكتيريا العقوديه بتعمل ايه بتثبت النيتروجين في صوره عضويه يبقى البكتيريا العقوديه دي بتثبت النيتروجين في صوره عضويه وتزود بها النبات البقولي طب وفي المقابل تحصل البكتيريا على بعض السكريات التي يصنعها النبات في عمليه البناء الضوئي يبقى هي بتثبت له النيتروجين في صوره غير عضويه وتأخذ وتاخد منه السكريات اللي بيصنعها ده اسمه علاقة هي تبادل منفعة يبقى التبادل المنفعة علاقة غذائية بين كائنين مختلفين يستفيد كلاهما من الآخر وهذه صورة يا أولاد للبكتيريا العقدية في نبات الفول طب الإفادة إيه هي الإفادة يا أولاد قال لك إن الإفادة علاقة غذائية بين كائنين يستفيد أحدهما أما الآخر فلا يستفيد ولا يضار فلا يستفيد ولا يام ولا يضار. طيب هنا الاحياء المائيه هيقول لك مثل هي الاحياء المائيه الدقيقه وحيوان الاسفنج يبقى في علاقه بين الاحياء المائيه الدقيقه وحيوان الاسفنج. بيقول لك تعيش الاحياء المائيه الدقيقه في قنوات وتجاويف جسم حيوان الاسفنج بتعيش في الأحياء الدقيقة المائية دي في قنوات وتجاويف جسم حيوان الاسفنج بتحصل على الغذاء والمأوى بتاخد منه الغذاء والمأوى بينما حيوان الاسفنج لا يستفيد ولا يضار من وجود الأحياء المائية الدقيقة يبقي بتعيش في تجاويف تجاويف جسم من حيوان الاسفنج بتحصل منه على الغذاء والماء وهو لا يستفيد ولا يضار طب هنا أقول لك الاحياء الميت دقيقه ودصوله ايه الاحياء الميت دقيقه عايشه فيها في تجاويف حيوان الاسفنج ده بالنسبه للافاده هنا يقول لك هل تعلم تتعايش مع الانسان انواع من البكتيريا فمنها ما يعيش على الجلد فيزيد من مناعه الجلد ضد الاصابه بالامراض ومنها ما يعيش بامعاء وامعائه ويحول بعض بقايا الهضم الى فيتامين ب ب وفي كلتا الحالتين فان البكتيريا تحصل على الماء والغذاء من جسم الانسان يبقى يقول لك معلومه مهمه ان في ايه بكتيريا بتعيش في جسم الانسان بتعيش على الجلد تزيد من مناعه الجلد ضد الاصابه بالامراض ومنها ما يعيش بالامعاء يحول بعض بقايا الهضم الى فيتامين ب وفي كلتا الحالتين يحصل يا اولاد البكتيريا تحصل على المأوى والغذاء من جسم الإنسان البكتيريا بتحصل عليها على الغذاء والمأوى من جسم الإنسان التطفل التطفل علاقة غذائية بين كائنين مختلفين يستفيد أحدهما من الآخر ويسمى الطفيل والكائن الاخر يصيبه الاذى او الضرر ويسمى العائل يبقى ايه علاقه التطفل يا اولاد علاقه غذائيه بين كائنين مختلفين يستفيد احدهم من الاخر اللي بيستفيد يا ولاد يسمى الطفيل اللي بيستفيد يسمى الطفيل الكائن الاخر يصيبه الاذى والضرر ويسمى العائل بيقول لك يعتمد الطفيل في هذه العلاقة على إيه؟ على العائل اعتمادا إيه؟ اعتمادا كليا في توفير احتياجاته الغذائية مما يسبب ضعف العائل وإصابته يبقى الطفيل ده يا أولاد بيعتمد اعتماد كلي في غذائه على العائل في يعني في توفير احتياجاته الغذائية مما يسبب العائل ده يسببه ضعف العائل وإصابته بالهزأ بالهزأ بالهزال ولكنه لا يقتله ولكنه يا لا يقتله كما تفعل الكائنات المفترسه بفرائسها يبقى هو يسبب له الاذى والضعف ولكنه لا يقتله كما تفعل الكائنات المفترسه بفرائسها هنا يقول لك اذا يستفيد الطفيل بينما العائل يضار يبقى الطفيل يستفيد والعائل يضار هنا يقول لك ان الطفيل ده تعريفه الطفيل هو الكائن الحي الذي يستفيد من علاقة التطفل ويسبب الضرر للعائل يبقى تعريف الطفيل كائن حي يستفيد من علاقة التطفل ويسبب الضرر للعائل طب ايه هو العائل الكائن الحي الذي يصيبه الاذى او الضرر من علاقة التطفل بل كائن الحي الذي يصيبه الاذى او الضرر من علاقة التطفل طيب نيجي نشوف انواع التطفل ينقسم يعني التطفل الى نوعين اول حاجه تطفل خارجي وتطفل داخلي التطفل الخارجي يا اولاد بتعيش الطفيليات على جسم العائل من الخارج وتتغذى بامتصاصه الدم من جسمه يبقى تعيش الطفيلات دي على جسم العائل من الخارج وتتغذى بامتصاص الدم من جسمه طب من امثلة الطفيليات الخارجيه يا اولاد البق والقمل والبراغيث والبعوض والقراد وسمك اللامبيري هنا يا اولاد بغ... آه صوره للبرغوث وصوره للبعوض طب هنا يقول لك التطفل الداخلي آه تعيش الطفيليات داخل جسم العائل وتشاركه في غذائه المهضوم يبقى تعيش فين يا تعيش داخل جسم العائل تشاركه في غذائه المهضوم او تتغذى على محتويات أنسكتو وخلاياه تتغذى على محتويات أنسكتو وخلاياه طب من امثله الطفيليات الداخليه ايه يا دوده الاسكارس ودوده الفلاريا والدوده الكبديه والدوده الشراطيه وديدان البلهارسيا يبقى من امثلة الطفيليات الداخليه نحفظها كويس يا اولاد دوده الاسكارس دوده الفلاريا الدوده الكبديه الدوده الشريطيه وديدان البلهاريسيا هنا جايب لك صوره توضيحيه لدودة الاسكارس وهنا البلهاريسيا ودي سمكه اللامبيري يدك سؤال عن سمكه اللامبيري بيقول لك سمكه دائريه الفم عديمة الفكوك تعتبر من الطفيليات الخارجية يبقى علّل سمكة اللامبيري سمكة دائرية الفم عديم دا عديمة الفكوك تعتبر من الطفيليات الخارجية تقول له لأنها تتغذى بامتصاص دم الأسماك الأخرى لأنها تتغذى يا أولاد بامتصاص دم الأسماك الأخرى يقول لك علل الدودة الشرطية من الطفيليات تقول إنها تحصل على غذائها من العائل وتسبب له الضرر يبقى الدودة الشرطية من الطفيليات لأنها تحصل على غذائها من العائل وتسبب له الضرر يقول لك يعتبر موت العائل خطر على الطفيل يعلل يعتبر موت العائل خطر على الطفيل لأن الطفيل يعتمد على العائل اعتماد كلي في توفير غذائه لأن الطوفيل يا أولاد بيعتمد على العائلة اعتمادا كليا في توفير غذائه هناخد بعد كده الأمراض التي تسببها الطفيليات للإنسان الأمراض التي تسببها الطفيليات للإنسان أول حاجة يوجد الطفيليات التي تصيب الإنسان تسبب له بعض الأمراض منها أول حاجة ده الطفيل بعض أنواع البعوض العائل الإنسان تسبب مرض الملاريا نوع التطفل يا أولاد خارجي يبقى البعوض تطفل على الإنسان تطفل خارجي تسبب له مرض الملاريا طب هنا أنواع من البراغيث العائل برضو الإنسان تسبب مرض يا اولاد مرض الطاعون والتطفل خارجي وادي ايه البلاغيز دودة الفلاريا دودة الفلاريا يا اولاد بتطفى على الانسان بيسبب له مرض داء الفيل والتطفل داخلي إذا دود الفلاريا دودة الفلاريا دي بتطفى على الانسان تطفل داخلي وبسبب له مرض داء الفيل وهذه هي صورة توضيحية لداء الفيل بعد ديدان البلهاريسيا العائل الانسان المرض بتسبب تليف الكبد والتطفل الداخلي يبقى دوت البلهاريسه بتسبب للانسان تليف الكبد وبتتطفل عليه تطفل داخلي وهذا صورة ايه ديدان البلهاريسيا هنا هيقول لك ملحوظة يسمى مرض داء الفيل التي تسببه دودة الفلاريا بهذا الاسم لأن القدم المصابة تشبه قدم الفيل في حجمها ليه يا أولاد؟ عشان القدم المصابة تشبه قدم الفيل في حجمها هنيجي يعني آخر حاجة يا أولاد الترمم للتعرف على الكائنات المترممة نجري النشاط التالي يبقى أول حاجة نشاط الكائنات المترممة الأدوات رغيف خبز كيس بلاستيك كمية قليلة من الماء خطوات العمل بيقول رش بعض قطرات من الماء على رغيف خبز وضعه داخل كيس البلاستيك وأغلقه بإحكام واتركه في مكان دافي مظلم لعدة أيام يبقى نجيب رغيف خبز نرش عليه بعض قطرات الماء نحطه في كيس بلاستيك نقفل الكيس بإحكام ونسيبوه لمدة عدة أيام صف التغيرات اللي تحدث هي عدسه قطعه الخبز وما ثابت ذلك هذه الصوره بتحت الخبز يا اولاد هيحصل له عمليه تعفن يبقى ظهور بقع بقع بيضاء في بادئ الامر ثم بنيه بعد ذلك تغير رائحه وشكل الخبز يعني يحصل له يا اولاد يعني تعفن الخبز بفطر عفن الخبز الاستنتاج يا اولاد في التجربه دي هيقول لك ما يحدث للخبز من تغيير سبب أحد أنواع الكائنات يا ولاد المترممة أحد أنواع الكائنات المترممة المعروفة باسم فطر عفن الخبز هيقول لك تحصل بعض الكائنات الحية مثل فطر عفن الخبز على غذائها من تحليل البقايا العضوية مثل الخبز الرطب يبقى تحصل بعض الكائنات الحية مثل فط العفن الخبز على غذاء من يو من تحليل التحليل البقايا العضوية مثل الخبز الرطب. طب إيه هو الترمم؟ الترمم علاقة غذائية تحصل فيها الكائنات المترممة على احتياجاتها من الغذاء بتحليل البقايا العضوية أو أجسام الكائنات الميتة يبقى الترمم علاقه غذائيه تحصل فيها الكائنات المترممه على احتياجاتها من الغذاء بتحليل البقايا العضويه او اجسام الكائنات الميته هنا يقول لك تحذير لا تفتح الكيس ولا تستنشق الهواء الموجود بداخله حتى لا تصاب بالضرر واغسل يديك بعد الانتهاء من النشاط يبقى انت شفت الكيس جواه الخبز متعفن هيقول لك ما تفتحش الكيس وما تشمش الغاز الموجود بداخله حتى لا تصاب ايه بالضرر طبعا نيجي نقول امثله للكائنات المترممه هيقول بعض الفطريات مثل فطر عفن الخبز طب فطر عيش عيش الغراب يبقى فطريه عيش الغراب وفطر البنسيليوم ده ايه بعض انواع الكائنات المترممه يبقى يعني بعض انواع الكائنات المترممه فطر عفن الخبز فطر عيش الغراب فطر البنسيليوم هنراجع الدرس مع بعض يا اولاد هنا الافتراس بيقول لك علاقه غذائيه مؤقته بين الكائنات الحيه يلتهم فيها كائن حي كائن حي اخر طب تبادل المنفعه علاقه غذائيه بين كائنين مختلفين يستفيد كلاهما من الاخر. طب ايه هي الافاده؟ علاقة غذائية بين كائنين يستفيد احدهما من الاخر اما, أما الاخر فلا يستفيد ولا يضار. طب هنا التطفل علاقة غذائية بين كائنين مختلفين احدهما يستفيد من الاخر ويسمى الطفيل والاخر يقع عليه الضرر ويسمى العائل. طب ايه هو الترمم؟ علاقة غذائية تحصل فيها الكائنات المترممة على احتياجاتها من الغذاء بتحليل البقايا العضوية أو أجسام الكائنات الميتة. عنيجي هنا العلاقات الغذائية مخطط بتاعها يا أولاده الافتراس التكافل أو المعايشة الترمم. قال لك الافتراس مثل العلاقة بين الأسد والغزال الترمم مثل العلاقة بين الفطريات والبقايا العضوية. طب بالنسبة للتكافل أو المعايشة يا أولاد بتنقسم إلى الإفادة اللي هو الاسفنج والاحياء المائيه الدقيقه التبادل المنفعه اللي هي البكتيريا العقوديه والبقوليات والتطفل زي البلهاريسيا والانسان انواع التطفل اولاد قلنا تطفل خارجي بتعيش الطفيليات على جسم العائل من الخارج تمتص دماؤه مثل البق والقمل والبراغيث والبعوض وتطفل داخلي بتعيش الطفيليات داخل جسم العائل وتشاركه في غذائه المهضوم كديدان البلهاريسيا أو تتغذى على محتويات أنسكتو وخلايا مثل ديدان الإسكاريس وبكده وصلنا معاكم يا أولاد لنهاية درسنا النهاردة أرجو أن استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته